بس انا فرحان انه امي اعطتني كونفيرميشن للانجريا تبعي انه هو مش زي بالضبط زي الانجريا تبعها. انا مولود في العماره، اهلي من بغداد ومن العماره، وجابوني هون لما كان عمري 9 أشهر من بغداد لتل أبيب. كان عندنا معمل كبير من غاشي طحينة وصيرك، كنا نبيع للجيش العراقي. في يوم من الأيام أجوا خلوا خشبتين هيك تابع للحكومة العراقية، وأخذنا السيباسي مع الختم روحة بلا رجعة مع الأسف. وإحنا كل بيت عراقي في كل العالم في شتلة تبع الذاب عشان تكون تحمي البيت من العين. بين هون وهون رايحين نطبخ مقلوبة، مقلوبة إنه هي معروفة كثير ومشهورة هان في القدس، بس تعلمنا إنه أصلها هو من العراق، واللي صرنا إحنا هان مسوين مقلوبة فيش أظني بلد زي كل القدس ما تسووش الأمهات زي ما إحنا بنسوي هون، عشان كل يوم بنقلب بين 5-10 فناجر كبار. ويهود العراق كانوا بيخلوها 24 ساعة تقريبا من يوم الجمعة ليوم السبت على الغداء، كانوا بيخلوها موكد نار واطي واطي واطي، ويوم السبت بيأكلوها وبتكون تحتيها حكاكة هالقد. وتعلمنا هون في المطعم انه الكل بيحب الحكاكة. الكتاب هاد أبوي هربه من العراق، ما قدرناش نجيب معنا ولا إشي. هاد العزيز علي كتير كتير. في البداية خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خرابة وخالية، ست تفاحة اللي كانت طباخة فيش زيها في العالم كله، الباتشا تبع ملتها وح وح وح. كانت في خيمة من قماش في رحوبط. احنا هون في يروشلايم في القدس كنا في بركسات من ألومنيوم، تقريبا 2.75 متر، ولازم لازمني انا عشان اعرف اروح او موت وانا مستريح انه أزور بغداد، أزور العمارة، أكل سمك على البحر على الشط، والبصر والأنواع التمر اللي بسمع عنهم إنه في عنا هون منهم والمجهول وهيك، بس فيش ولا إشي إنه بيطلع وزاكي زي في أرضه. حتى إذا هو مش أحسن واحد وأحلى واحد بيطلع فيش زيه بأرضه. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تجي تزوره، وأنا بطلع أزور وأجي.